شريف راس سي عزيز راه كان جزء منها، واذا تعطلت عندك يكون هو اللي عطلها حيت كان جزء منها. قول له من راه تكيضرني فيا الروح، فعاود لي يعطيه الدواء كيقول له تجلس 3 ايام وكتحسب على الدوله 3 ايام. عاود زيد حسب معايا سي بوزينة، انا كنهضر على سيدنا، وحنا كتعطيه عتبه على الدعم المباشر، كتعطيه 500 درهم اللي غنتكلم عليها، وكتقول له سير خلص منا 244. وهذا ما هذا هو العبات. 266,000 من هاد 11 مليون هما اللي عندهم الحقوق مفتوحه. واش هذا ماشي منكر؟ اين نحن من التعميم؟ صلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى صحبه. السيد رئيس الحكومه، السيدات والساده اعضاء الحكومه، السيدات والساده النواب، كنشكرك السيد رئيس الحكومه لان سمعت كاع الاخوان كيشكروك حيت احترمتي الدستور. بحال المثل يكاد المريب يقول خذوني، زعما بحال راه ملي كتحترموا اليوم. على كل حال مرحبا بنا عندك السيد رئيس. الحمد لله والشكر لله على الامن والاستقرار الذي ينعم به بلادنا. نحمد الله كذلك على التقدم الحاسم والملموس برياده جلاله الملك في قضية وحدتنا الترابية، وهي مناسبة لكي ننوه بأفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطة الترابية على ما يقومون به. لا تفوتني كذلك فيما يتعلق بفلسطين أن نؤكد مرة أخرى دعمنا واعتزازنا بالصمود الحقيقي للشعب الفلسطيني. هذا هو الصمود، الصمود الحقيقي للشعب الفلسطيني وأهل غزة، وإدانتنا للكيان الصهيوني الذي يقوم بالإبادة والتقتيل والتهجير. جلالة الملك في الرسالة التي وجهها للمؤتمر الإسلامي وصف ذلك بوصمة عار على جبين الإنسانية، وهو كذلك وصمة عار على كل الذين يتبجحون بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وعلى رأسهم طبعا الحامي الأكبر الذي هو الولايات المتحدة. وصمة عار كذلك علينا نحن، لأن احنا على الأقل خصنا نتفاعلوا. اش كدير هذيك لجنة الصدقة عندنا؟ السيد رئيس الحكومة علاش ما استقبلتوش اللجنة الشعبية ديال العرائض اللي كانت بغات اللي كتقدم بواحد العريضة ضد هذاك البروتوكولات وهذيك الاتفاقيات اللي درنا ديال التطبيع؟ كان هذا الشيء غيخفف علينا. سيد رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالحصيلة، أنا أتكلم على الصمود، هو صمود الفشل، خليني نقولها بكل وضوح. هناك من يتكلم على العبث، هناك من يتكلم على آلة الإصلاح تعطلت خلال العقد الأخير. شريف راس سي عزيز راه كان جزء منها، وإذا تعطلت عندك يكون هو اللي عطلها حيت كان جزء منها. احنا السيد رئيس الحكومة المرجعية والبرنامج صحيح، ولكن المرجعية كذلك والخطاب ديال جلالة الملك الافتتاحي 2 اكتوبر 2021. اش قال جلالة الملك؟ نسبة النمو 5.5 وصلت في نهاية السنة 8%، وقال الأعلى قاريا وجهويا. النمو ديال الفلاحة 17%، صادرات السيارات والنسيج والصناعات الكهربائية والإلكترونية، احتياط العملة الصعبة السيد رئيس الحكومة اللي خلى لك سعد الدين العثماني 7 الأشهر، الاستثمارات الأجنبية زائد 16%، تحويلات المغارب للخارج زائد 46%، التضخم اللي خلى لك 1%. وفي نفس الخطاب ديال جلالة الملك قال لك أودي استكمال المشاريع ومنها الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إحداث منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي، إصلاح الـ ACP، تفعيل نموذج التنمية، هادشي كله قالوا جلالة الملك. لكن اليوم نحن أمام فشل ذريع في تحقيق التزامات السيد رئيس الحكومة. حصيلة اجتماعية مؤلمة، أنا نتكلم على جوج، على الاجتماعي والاقتصادي. بالمناسبة احنا درنا ندوة وقدمنا هادشي بالتفصيل، وسنعود بعدما ينتهي رئيس الحكومة اليوم وغدا مجلس المستشارين، سنعقد ندوة أخرى لنسلط الضوء على كل ما سيأتي به رئيس الحكومة إيجابا أو سلبا. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أولا التعميم ديال التأمين الإجباري عن المرض. حدو جلالة الملك في 22 مليون خصهم 2022 كيخصو يكون التعميم. أين وصلنا نحن من هذا التعميم؟ السيد رئيس الحكومة تكلمتوا على 4 المليون ولا 10 المليون مستفيد من متضامن.
ودابا غير التناقضات اللي كاينه عندنا. عندنا المذكره ديال القانون الماليه ديال 2022 كتكلم على 17.4، وعندنا مو نفس المذكره في صفحه 99 كتكلم على 18.440 مليون اللي كانت عندهم رامين، هادو تحولوا اليوم كتكلمنا 10. فين مشاو 8؟ فين مشاو 8؟ هاد متضامن، متضامن قصيتو 8 ديال المليون ديال المغاربه المستفيدين، فيهم مرضى السرطان السيد رئيس الحكومه، فيهم اصحاب المرضى ديال القلب، وفيهم المرضى الامراض المزمنه، وفيهم اللي كيتابعوا على الكيلي. واخا السيد رئيس السيد الوزير دار مذكره لا يعمل به لان ما عندهاش صبغه قانونيه ملزمه. ولذلك انا كنقول لك السيد رئيس الحكومه، هاد الناس اللي ديتيهم الامو شامل، شنو المشكل؟ كيخلصوا 100، كتقول لهم خلصوا 140 حتى 1164 على حساب العتبة. على كل حال حتى هاد، ومني كيجي الدعم المباشر كتقول له لا، هذيك العتبة ما بقاتش خدامة، كاين عتبة واحدة أخرى. كتعطي عتبة على الدعم المباشر، كتعطيه 500 درهم اللي غنتكلم عليها، وكتقول له سير خلص منها 244. وهذا ما هذا هو العبث. هاد الناس عندهم حقوق كانوا كيستافدوا. السيد رئيس الحكومة، الله عز وجل لا يخرج من الجنة إلى النار، كيخرج من النار ويدخل الجنة. هاد الناس استافدوا وكانت عندهم مكتسبات، كتخرجهم أنت من هاد المتضامن وتخليهم مليوحين في الشارع، حرام. أنا أدعوك لمراجعة هذا الأمر سيد رئيس الحكومة، أدعوك لمراجعته بدعوى المؤشر والعتبة على سرامي. شكون اللي دارها؟ ماشي اللجان ديال وزارة الداخلية. اللهم لا مابقيتوش كتثقوا في وزارة الداخلية، باقي نفس الوزير اللي كان هو اللي مازال هو اللي وصلها ل 18.440 مليون، واليوم كتقول لنا لا راه كاينه غير 10 مليون و230. ثم خصصت لهم 9.5 مليار ديال الدرهم، 90% كتمشي للقطاع الخاص السيد رئيس الحكومه. بالمناسبه غير دات حميد الجمعيه وواحد الاستثمار خدام في القطاع، يعني خدام بواحد الطريقه. اليوم راه وصل الثلث ديال الاسره ديال القطاع، ديال الثلث ديال القطاع الخاص ديال القطاع العام. انا اخشى ان يتحول الى مقاصه جديده في غياب التتبع وفي غياب الرقابه. علاش؟ لان السيد كيمشي كيقول له انا راه تكيضرني فيا الروح، فعاود لي يعطيه الدواء كيقول له تجلس 3 ايام وكتحسب على الدوله 3 ايام، ومفعود لي يدير العمليه في 3 ايام كيديرها في 10 ايام 15 يوم، الدوله هي اللي كتخلص هادشي. انتقلنا من النوار للميلتي كولور اللي كتاديه الدوله، اللي كتادي هادشي. كيف تفسرون السيد رئيس الحكومه هذا الامر؟ ثم المهن، المهنيين والعمال المستقلين تكلموا عليهم الاخوان، لا داعي للعوده اليهم، 11 مليون وحنا فين اليوم؟ 1.8 مليون. انا ما نهضرش على هادشي اللي تكلموا عليه الاخوان كاملين. 13% 266 ألف من هاد 11 مليون هما اللي عندهم الحقوق مفتوحة. واش هذا ماشي منكر؟ أين نحن من التأمين؟ سيد رئيس الحكومة مدخول الكرامة 1000 درهم، وقلت 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، مزيان. عوضتوه بالدعم المباشر، اليوم كتكلموا على 12 مليون 5 مليون طفل، كتكلموا على 1.2 مليون اللي عندهم أكثر من 60 عام، مزيان. لكن شدوا قلتوا 500 درهم. وفينا هي دابا مدخول الكرامة؟ قلنا فينا هي؟ مخشيشي في شي ما يمكنش. وهي فيها تحدي السيد رئيس الحكومه، ياك رئيس الحكومه السابق تحداك وقال لك لا عطيتيها غادي نسحب من الحياه السياسيه. ايوا انت بغيتي يبقى، شكرا، حتى حنا باغينو يبقى. طيب، عدم الوفاء السيد رئيس الحكومه، هذا الدعم المباشر هو تجميع البرامج السابقه، فيه ارامل وتيسير مليون محفظه ذوي الاحتياجات الخاصه، المنحه ديال الطلبه وغيره، وهما بالملايين. لكن اليوم هذا الدعم المباشر عطيتو 500 درهم وقفتوها. المواطن شنو اللي عنده اليوم؟ عنده السي عثمان 1870 مليار، عزيز 1680 مليار، ميلود 1000 مليار، هشام 1000 مليار، انس 900 مليار، وعلال 500 درهم. تعطات له شرا بيسكليت، تغير المؤشر، ارى نرجعوا نحيدوها. هادشي اللي هذا هو اللي بقى عند المواطن. هادشي هذا علاش ما كاينش الفرحه في المجتمع، كاين توتر وكاين خوف وكاين هلع السيد رئيس الحكومه. اخراج مليون تكلموا عليها الاخوان، اليوم 3.2 الملايين اللي هما تحت عتبه الفقر والهشاشه، هذا رقم بوحدو كافي. تعليم تكلمتوا على زيادة ديال 2500 درهم، والحد الأدنى 7500،
وجيتو كتقولوا دي الحوار الى غير ذلك، والمرتبه 60 ضمن 60 دوله، اليوم حنا المرتبه 120 من ضمن 120 في سلم التنميه البشريه. وفعاوز تعوضوا هذا الشيء ديال 60 دوله، مشيتو كتكلموا عن دراسه الرياده 626 مؤسسه من اصل اش 12000، ازيد من 12000، 5.5% كتعطيو بها هذه التجربه. 300000 طيف من اصل اش 9 الملايين 3.3، فوقاش غتوصلوا للتعميم؟ فلذلك درتوا لنا 60 دوله ومشيتوا كتقولوا لنا عن دراسه الرياده بمؤشرات غير معقوله. هضر سنتين من الحوار، 3 اشهر من الاضرابات.